كان لازم احمد ياسر ريان طبعا, طبعاً يعني وايمن اشرف وكل يعني لاعبتنا الحقيقه. اولا يا سهام, يمكن كان سؤال حلقتنا النهارده راي حضرتكم في القائمه. اكيد يمكن انا عشت الاجواء دي شويه مع منتخب مصر, وكان دايما القائمه اكيد ما حدش بيتفق على القائمه, كل الناس ليها اراء مختلفه, كل الناس بتقول اه كان ده دخل ده خرج. فعايزين نعرف من اراء حضراتكم في القائمه ديت. وزي ما بنقول القايمه هي قايمه يعني 28 لعيب, 8 من الاهلي, ودايما بنقول ان نادي الاهلي كمان بجانب نادي الزمالك هو الداعم الاساسي للمنتخبات على مستوى المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. 8 لاعبين من نادي الاهلي, 5 لاعبين من نادي الزمالك, 5 لعيبه من بيراميدز, بجانب طبعا 5 لعيبه محترفين. طبعا كابتن كان بعت لست لاعبين, لكن اصابه احمد حسن كوكا مع اولمبياكوس عطلته عن المجيء, وبالتالي في 5 محترفين موجودين بجانب طبعا 5 لاعبين من الانديه الاخرى. خلينا نتكلم ان كل التوفيق ان شاء الله, كل الدعم للكابتن حسام البدري باذن الله في مشواره الافريقي, كمان كل الدعم لمنتخبنا الاولمبي. حضراتكم عارفين كمان ان منتخبنا الاولمبي باذن الله بيستعد, وبيستعد بشكل قوي جدا ان شاء الله لاولمبياد طوكيو السنه دي في يوليو السنه دي. كمان الكابتن شوقي غريب اعلن النهارده القائمه 32 لعيب ان شاء الله المعسكر اللي جاي ضمن برنامج اعداد طبعا استعدادا للاولمبياد. ضمت القايمه عمر رضوان, محمد صبحي, محمود جاد, عمر صلاح, مصطفى شوبير, دول حراسه المرمى, اسامه جلال, احمد رمضان بيكم, محمود مرعي, محمود الجزار, محمد عبد المنعم, عبد الغني محمد, كريم فؤاد, حسن علي, احمد عيد, اعتقد ده كل دوت في خط الظهر او الشكل الدفاعي. العربي بدر, عمار حمدي, احمد هاني, اكرم توفيق, امام عاشور, يوسف الجهري, احمد سعيد, احمد الندري, محمود نبيل, فوزي الحناوي, وعبده يحيى, احمد عبد القادر, ابراهيم عادل, صلاح محسن, ناصر منسي, اسامه فيصل, فادي فريد, وطاهر محمد طاهر. طبعا وجود 5 لاعبين كمان من النادي الاهلي, يعني 5 ما شاء الله, يعني 8 لعيبه على مستوى المنتخب الاول, 5 لعيبه على منتخب على مستوى المنتخب الاولمبي. خلي بالكم كمان في بعض الاسماء الاعاره اللي يعني على ذمه النادي الاهلي, لكن عاره زي عمار حمدي, زي العربي بدر, دول الأولومبي. كمان في المنتخب الاولمبي. وزي ما بقول لحضراتكم على مر الاجيال, مش دلوقتي بس, بيمثل النادي الاهلي قوه كبيره جدا جدا على المستوى الدولي, سواء للمنتخب الاولمبي او المنتخب الاول. وهو ده كمان من اهداف النادي الاهلي, اهداف النادي الاهلي اكيد البطولات, لكن كمان ان عناصر النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي تكون بتخدم كمان بلدها من خلال طبعا المنتخبات القوميه. كمان النهارده الجهاز الفني بقياده الكابتن طبعا شوقي غريب استقر على القائمه المختاره, ومناقشه بقى خطه الفتره اللي جايه, ايه الترتيبات, المعسكر الفريق هيكون ازاي. الكابتن شوقي غريب بيعلن ان بدايه المعسكر ان شاء الله هتكون الساعه 12 الظهر يوم الاحد اللي جاي باذن الله. هتستمر التدريبات يوميا على الملاعب الفرعيه لاستاد القاهره في معسكر مفتوح, وكنا نتمنى يكون في بعض المباريات, لكن اعتقد ده مهم جدا انه يجمع اللعيبه بشكل مميز جدا. دي قائمه اوليه, خلي بالكم لحضراتكم, يعني دي مش قائمه نهائيه, في قائمه لسه هتتبعت ان شاء الله في ابريل ب 50 لاعب او 50 اسم, ده هيتبعت للاولمبياد او للجنه الاولمبيه تمهيدا ان شاء الله للقائمه النهائيه للي هيمثلونا ان شاء الله في يوليو اللي جاي في طوكيو, في اولمبياد طوكيو ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي.